السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني كتير من اخر فيديو. المحل ده انا كنت صورت لكم فيه وانا حامل في اميرة بصوا من كام سنة، حوالي اكتر من 5 سنين، بس طبعا هم كانوا نقلوا الفرع بتاعهم، وكمان طبعا الحاجة غليت ومش زي اسعارها مش زي الاول. هنا دي بناطيل بناتي ب20 ليرة البنطلون، في مقاسات وفي اشكال تمام. وهنا دول ب40 ليرة. هوريكم بقيه الصف، بس انا عايزه اوريكم هنا البوسيت او الكارسيت، احنا بنسميه هنا بوسيت، في مصر بيتقال عليه كارسيت. دول شكلهم حلو قوي، الاغطيه بتاعتهم كمان شكلها جميل، بيبقى فيها سكوتش كده بيتلزق من فوق. ودول عشان الاطفال حديثي الولاده. ودي اطقم كنت موريها لكم قبل كده ساعه ايميره، بس انا مش عارفه اسعارها كام دلوقتي في الوقت الحالي. وده سرير، طبعا السرير دوت هو حلو وقت يعني والبيبي صغير، بس بعد كده مش بيبقى عملي تمام. هنشوف بقى بقيه الحاجات اللي عندهم. بسم الله، عندهم اهي بناطيل تانية، دي حاجات اللي هي السن اللي بيبقى محير ب130 ليرة، من 9 ل 12 سنة، من 13 ل 16. ودي تيشرتات ب60 ليرة. هنا اهي دي هنا فساتين بناتي ب60 ليرة. عايزه اقول لكم الحاجات دي قبل كده كانت بتبقى 17.5 ب20 ليرة، بس طبعا كل حاجه غليت دلوقتي في الوقت الحالي. ماشي. ودي بناطيل، دي بناطيل عامله 60. البطاطين دي شكلها حلو قوي، حفر عامله 300 ليرة، سعرها يعتبر مناسب بالنسبه للوقت الحالي، سعرها مناسب وخاماتها كويسه. هنا دي بيجامات او بيجامات قطعتين، الواحدة عاملة 80 ليرة. هنا دي بناطيل عاملة 60، وهكذا. بصوا دي نفس خامة البطانية. عايزة اقولكم البطاطين بقى اللي هي دي اللي تحت دي كنت جايباها وقت ايميرة كانت ب30 ليرة، معرفش حاليا سعرها عامل 180 في الوقت الحالي. هنا فساتين افراح للاطفال، وهنا البناطيل ديت عاملة 100. كل حاجة طبعا ولها سعرها عندهم. هنا دول 40، هنا كل الستاند ده 40 والستاند ده 100. عندهم ما شاء الله لحد بقى ايه قدام. بس الدلاب بيبيع تشيز، بيبيعوا حاجات الجهاز زي الفوط والمفارش وكده، وبيبيعوا كمان ايه حاجات الاطفال. وكان عندهم كمان قبل كده الصناديق اللي هي بتحط فيها حاجات الخطوبه، او لو العريس خاطب او كده وهم رايحين للعروسه بيحطوا فيها الحاجات اللي هم عاملينها كهدايا. هندخل جوه ونشوف اللي موجود عندهم ايه. هنا الفساتين دي عامله 80. بصوا ده طقم كامل الزبن اللي هو بيبقى فيه كباسين ومعاه طاقيه وبنطلون. الطقم دوت ب80، شكله حلو قوي، وده تحفه عشان لو البيبي ولد، ده لو البيبي بنت. من ماجيك. هنا دول مناديل، مناديل ديت مشغوله كده تقريبا، هم 5 قطع عاملين 60 ليرة. في حاجه تانية العدد تقريبا اكبر، دول 80. هنا في قسم فوق وفي قسم تاني تحت، تيشيرت وحاجات زي كده. ننزل بقى نشوف تحت. بجمد دي 130، دي 130 برضو، شكلها حلو. دي زي العفريتة أو سلويت عامل 300. كراسي الأطفال ديت 35، ودي بوتي، ودي زيها بس شكلها مختلف. هنا دي جوانتيات عاملين 46 ليرة ونص. ده مشمع بلاستيك عامل
70، ودي براهوت عشان الرضاعه عامله 80 ليره. هنا دي تيشيرتات عامله 25، الفانلة الداخليه دول عن 40. هنا هنا مكتوب 7 سنين، 2 سنين. عايزه اقول لكم الحاجات دي على السهوله، كنت جايبه زيهم كتير قوي الايميره، وبرضو جبت منهم كام حاجه كده الايلين. عايز اقول لكم في حاجات اصلا ايميره ما لبستهاش، يعني كانت جديده نوفي. ان شاء الله بعمل لكم بقى فيديو نتكلم عن كل حاجه تخص الهدوم واسمعها ايه باللغه التركيه. هنا الفانلات ديت ب45، هنا دي شورتات ب30، الخامه بتاعتهم قطن، خامتهم حلوه. كانت حماتي لسه جايبه منهم زيهم من البازار، بس مش عارفه كانت جايباهم بكام. وهنا دي شورتات عامله 30، الاندرات ديت بناتي وولادي عاملين 25، وهنا بوكسرات ولادي عاملة 35، وهنا دي تيشيرتات ولادي عاملة 45. تمام، ده هنا كده الجزء اللي تحت، دي كلها بقى تيشيرتات ولادي. عايز اقول لكم اسعارهم كويسة ومناسبة نوعا ما، يعني اسعارهم مش غالية قوي، فدي حاجة حلوة بصراحة. هنا بصوا الطقم ده 160، اللي تحت ده 360، بس بصراحة كتير عليه. هو شتوي، ده اسمه يا مرلوك، يا مرلوك علشان المطر يحمي من المطر، وفي كابتشو او اللي هو الزونت زي ما بنسميه. تمام، ودي بدل بقى عشان الافراح والحاجات دي. تقريبا كل دول عاملين 300، ده عامل 300 بس. زي ما قلت لكم عندهم حاجات حلوة كتير، سواء ولادي سواء بناتي. دول كنت دايما بجيب منهم لأيميرة، يعني في كل الأعمار. دوت سن من سنة لسنة ونص، عامل كام مش مكتوب عليه سعر، بس هما شكلهم حلوين. البناطيل دي حلوة قوي في الشتاء، تشوراب لدون، اسمها تشوراب لدون أو تشوراب لبنطلون، بتبقى حلوة علشان خاطر لما يكون الجو ساقع ممكن نلبس كمان تحتها شراب. بصوا هنا بقى ممكن تعملوا طقم، يعني كل حاجة بيبقى لوحدها وانتوا تعملوا طقم بالشكل ده كده. دلوقتي بقى احنا طلعنا من تحت، عندهم برضو الأطقم دي، وعندهم الشوزات بتاعت البيبي. هنا كل ما يخص بقى ايه البنات والبيبرونات والحاجات دي. هنا حلمات سيليكون عشان البيبرونة، الامزيك اللي هي السكاتة اسمها امزيك. ترنك مقص اللي هو المقص الاظافر او القصافة، ترنك مقص. هنا ديت بيتحط فيها الفواكه، وبتتحط بنديها للبيبي عشان مفيش حاجة تروح يعني يبلع حاجة غلط. ودي العضادة اسمها ديشكاشيجي، وعندنا دي اسمها البومباسي او صوت بومباسي، بس ديت مش عملية ومش صحية، الدكاترة بيحذروا منها. دي بيبرونات الماركة بتاعت ويدي كويسة مش وحشة، ولكن احنا بنستخدم فيليبس افانتس، يعني بحسها افضل بصراحة. هنا الشامبوهات دالين كويس، وفي اوني الاثنين كويسين، بس انا غالبا بستخدم لهم دالين. دالين سعره عامل 50 ليرة. هنا كولاك بامو اللي هو الودانات، بيبيك بودرة، البودرة بتاعت البيبي، بيبيك فازلينة
تمام. وده صابون اهو للبيبي، بس انا ايه هاخد عبوة شامبو. في هنا حاجات تانية اهي اسعارها مختلفة برضو. بيبيعوا كمان مفرش، دي شبه المفرش اللي احنا بناخدها لو ما لو كنا طالعين مثلا نتغدى بره او كده، او نعمل سيران زي ما بيقولوا. عندهم الفوط دي عاملة 50 ليرة، دي كان عندي منها كنت وريتها لكم في حاجات الجهاز اللي حماتي عاملاها لي، دي بتبقى جاهزة 50 ليرة الواحدة. دولت منقوشين، يعني اللي مش حابب ان هو يشتغل بايديه ممكن يشتري حاجات جاهزة. دي مفارش صفرة اعتقد 60، دي فوط قطن 50، شكلهم حلو برضو النقشة منها فيها. هنا شربات بكلون، ده شكله أمور قوي من 6 لـ12 اللي هو من 6 شهور لسنة. هنا برضو نفس الموضوع، هنا ده مفرش صفرة غالبا ده بس 80. هنا بقى عند الخزنة السوق، دي شرابات مش أحذية، ده شراب ولابس في حاجة بلاستيك كده، شكلهم حلوين قوي، ده غالبا عشان لو في فرح أو حاجة، شكله حلو. ساعات دي بقى شوزات، دي فساتين بس اللي بنت اللي سنها كبير شوية، شكلهم حلو بصراحة. هنا دي قطو اهي بـ60 ليرة. وكده نكون خلصنا جولتنا للنهاردة، جولة سريعة كده لذيذة، يا رب تكون عجبتكم. في كمان دول اسمهم زبين برضو بس مكتوب عليهم ايه ان السنين بيرتانسي تيزان بني سيبيو، يعني بعض الحاجات كده زي خالتي بتحبني وبابا بيحبني عمي بيحبني كده، يعني شكلهم حلو وظريف بصراحة. كده يكون خلص الفيديو بتاعنا للنهارده، اتمنى يكون عجبكم. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. بحبكم في الله، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ما تنسونيش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.